الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المتابعون الكرام لسؤالات الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب، ما هو السفر الذي يبيح للإنسان الفطر؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى على أن المسافر وإن كان سفرا مريحا، مثلا بالطائرة، بالسيارة، بغيرها من الوسائل المريحة، ما دام مسافرا يجوز له أن يفطر وأن يستخدم رخصة الإفطار في السفر. لكن للسفر المبيح للفطر شرطان، في شرطين، إذا تحقق الشرطين دي يجوز لك أن تفطر. الشرط الأول أن يكون السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني سفر مسافة القصر. الكلام ده بيقودنا إلى مسافة القصر كم. طبعا مسافة القصر بعض الفقهاء يعني المعاصرين حددوها ب 80 كيلومتر، لكن طبعا مسافة القصر حقيقة هي غير منضبطة، لأن الصحابة رضي الله عنهم تحدثوا في أحاديث كثيرة عن القصر، منهم من قال سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام مسافة 70 ميلا، 76 ميل، 3 أميال. المهم، فلذلك الراجح كما عند ابن تيمية رحمه الله، ورجح كذلك العلامة عبد الله الزبير حفظه الله، أن ما يسمى وما يطلق وما يصح أن يسمى سفرا، وما يطلق عليه عند الناس سفرا، وما تعارف الناس عليه سفرا، هذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه للصائم أن يفطر ويقضي في أيام إقامته. الشرط الثاني أن لا يكون سفر معصية، أن لا يكون سفر معصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. يعني الإنسان إذا ماشي سفر معصية لا يجوز له أن يستخدم هذه الرخصة. فالرخصة تكون للسفر المباح أو للسفر المسنون أو للسفر الواجب. طيب، هو في سفر مسنون وفي سفر واجب؟ نعم، هناك سفر واجب، كمن نادته أمه، مثلا أمه في بلدة بعيدة عنه وأوجبت عليها أن يأتيها، هنا يجب عليه أن يذهب وأن يلبي نداء أمه. السفر المستحب إنه أمه في بلد مثلا، أو عنده رحم، أو عنده أبوه، أو مسافر لإنسان زيارة في الله سبحانه وتعالى وعايد مريض، هذا كله من المستحبات. أما السفر المباح ما كان في شأن الإنسان من شؤون دنياه، زول ماشي يتفسح، زول ماشي تاجر، هذا كله سفر مباح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. السوداني من الناس وإليهم.